مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معي انا ماريلين على لوريا الشانل. كثير من العالم طرحوا علي سؤال كيف فيهم يحصلوا على more feminine figure، او في كيف فيهم يكبروا منطقة الثدي او منطقة الارداف. الحل سهل بس بده صبر. اذا حابين تعرفوا بليز اعملوا سبسكرايب على لوريا واللي فولو على سناب شات وانستغرام. الحل اللي جبت لكم اياه هو سريع جدا وبسيط جدا. كل ما عليكم تعملوه انكم تتناولوا كاسة حليب صويا كل يوم الصبح. البنات اللي بيعانوا من فقدان الوزن او يعني يكون معدل الوزن عندهم تحت الطبيعي، فيهم يضيفوا معلقتين ثلاثة حليب مكثف او سريلاك لحتى هن عم بيحاولوا مثلا يعني يكبروا المناطق اللي هن حابين يعملوها انثوية اكثر، كمان يكسبوا وزن، لانه بتعرفوا زيادة الوزن او نقص الوزن بيأثر كثير بفورم الجسم وشكل الجسم، خاصة البنات الصغار اللي عمرهم 16-17 بيكون عندهم نقص وزن. ما تيأسوا لانه ممكن بعد فترة يتغير شكل جسمكم. كله له علاقة بالهرمونات، فما تفكروا انه انتو جسمكم ما حلو، ما تفكروا انه مثلا اذا رفيقتكم شكله انثوي اكثر معناتها انتو جسمكم ما حلو او انتو شكلكم غلط. كل انسان فينا عنده شكل معين، كل واحد عنده فورم معين، مثل ما بيقولوا ما حدا راضي باللي عنده اياه، فمشان هيك دائما حبوا حالكم وحبوا شكلكم. واخيرا وليس اخرا، انتظموا على شرب الصويا لمده شهر او شهرين لتشوفوا الفرق الواضح. هذا كل شيء بدي اخبركم اياه، ان شاء الله تكونوا تستفيدوا بهالمعلومه. البنات المجربين هاي التريك خبروني كيف شو النتيجه اللي صارت معهم وان شاء الله استفدتوا منها. هذا كل شيء لليوم، بحبكم كثير، باي.